إلى مراسلنا اللي ينضم إلينا في هذه الأثناء فراس لطفي من بلدة سديروت في غلاف قطاع غزة لنرصد معك أبرز التطورات. وربما قبل قليل فقط كان هناك حديث عن ذوي صفارات الإنذار على مستوى عدد من البلدات في الغلاف وربما في منطقة كرم شالوم. فراس، ما هو الوضع بشكل عام كما ترصده؟ يعني رغم مرور نحو شهر على هذه المعارك، إيمان، الصواريخ الفلسطينية تنطلق من قطاع غزة، دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، ووصل دويها إلى بئر السبع حيث استهدفت برشقات صاروخية متعددة. وهذا يعني بأن حركة حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية لا تزال تمتلك هذه الإمكانية وهذه القدرة من الرشقات الصاروخية التي توجهها على البلدات والمدن الإسرائيلية في محيط غزة، وحتى وصولا إلى 70 كيلومتر سواء في الشمال أو في الجنوب في بئر السبع أو تل أبيب. هذه الرشقات الصاروخية لربما تزيد من منسوب القلق لدى المستوى العسكري الإسرائيلي الذي يعني خرج بهذه العملية العسكرية وهذه الحرب وتوسيع العمل البري على اليابسة للقضاء على هذه القدرات والترسانة العسكرية لحركة حماس في إطلاق الصواريخ وفي إسقاط حكمها كهدف رئيسي وأساس. ولكن نشاهد بأن هذه الصواريخ لا تزال تنطلق رغم مرور نحو شهر على هذه الحرب مع ضراوة وشراسة المعارك البرية المستمرة في قطاع غزة. النقاط الساخنة والملتهبة هي لربما أبرزها تلك التي من خلفي في بيت حانون، شرق وغرب بيت حانون تشتعل بالاشتباكات وجها لوجه مع الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية والجنود الذين يحاولون التوغل في هذه المنطقة، مع تأكيد بأن هناك استهداف من خلال بيان عسكري لحركة حماس، هناك استهداف بقذائف الهاون الثقيلة من العيار الثقيل بطبيعة الحال، استهدف عدد من الآليات العسكرية، إلى جانب النقطة الأخرى الملتهبة وهي الخط الشمالي المحاصر لمدينة غزة وهي المنطقة شرق وغرب مدينة غزة، حيث تشتعل هناك اشتباكات وفي الأزقة، ويقول الجيش الإسرائيلي بأن هناك يعني اشتباكات وجها لوجه، يعني مقاتل مقابل مقاتل، وهذا يزيد من يعني احتمالية وجود قتلى لدى الجيش الإسرائيلي. قبل قليل كان هناك إعلان عن قائد دبابة تابعة للكتيبة 52 للجيش الإسرائيلي قتل في المعارك الضارية داخل قطاع غزة في العملية البرية، ليرتفع عدد من قتلوا من الجيش الإسرائيلي إلى 24 ضابطا وجنديا وعشرات الجرحى، ولا تزال العملية في أوجها رغم الحديث عن هدنة أو وقف لإطلاق النار لساعات أو لربما لأيام. بكل الأحوال على الأرض، الأرض مشتعلة، والجيش الإسرائيلي ما وصله من أوامر من المستوى السياسي هو استمرار المعركة. شكرا جزيلا لك فراس لطفي مراسلنا من سديروت.